بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم طلابي وطالباتي الاعزاء. نبدا النهارده ان شاء الله نتكلم عن تفاعلات الالكينز او الالكينات، والموضوع سهل جدا. عندنا 7 تفاعلات، هنبدا باضافه الهيدروجين او عن طريق عمليه الهدرجه، بالانجلش اسمها هيدروجينيشن. يعني ايه اضافه الهيدروجين؟ طبعا بكل سهوله، انا عندي الكين يعني دبل بوند، هكسر الرابطه وادخل هنا على دي هيدروجين وعلى دي هيدروجين، كربون اليمين وكربون اليسار، تمام؟ محدش يضيف 2 هيدروجين على نفس الكربون، هنا هيدروجين وهنا هيدروجين. لازم يكون في عامل محفز او عامل مساعد اسمه كاتاليست، يعني محفز، البلاتينيوم او النيكل، الاثنين ينفعوا، وبدخل H2، تمام؟ زي ما اتفقنا لازم نكسر الرابطة. فدايما تفاعلات الاضافة في الالكينات تكون على رابطة ثنائية، اسمها ايه؟ اسمها addition reactions، يعني تفاعلات اضافة. زي ما احنا شايفين كسرت الرابطة وتم اضافة هيدروجين هنا، فبقت 3 هيدروجينات، دايما الطرف 3 والكربون اللي في النص بقت 2، سهلة جدا، تمام. تعالوا نشوف اللي بعدها، اضافة الهالوجين. الهالوجين اتفقنا اللي هي الكلور، البروم، اليود، ودول اكتر حاجة بيحبوا يدخلوا على الالكينز. نفس الكلام، هنكسر الرابطة الثنائية، ده تفاعل اضافة برضو addition reaction، هدخل ده مركب الايثين، لما دخل البروم نفس الكلام هدخل على كربونة وعلى كربونة، تمام؟ يبقى على الكربونة الاولى دخل البروم وعلى الكربونة التانية دخل البروم، اعطاني 1 و 2 داي برومو ايثين، اللي هو ثنائي برومو ايثين، كتب بالانجلش كده داي برومو ايثين. يبقى انا حولت الايثين اللي هو الكين الى ايثان الكان، روابط مفردة، لكن ده كان دبل بوند، ممتازين. تعالوا نشوف مع بعض التفاعل اللي بعده، addition reaction برضو، بس انا هنا هضيف، الاولى كنا بنضيف هيدروجين فقط، الثانيه ضفنا برومين او كلور او اي هالوجين، الثالثه هاخد ده مع ده كوكتيل H مع Br او H مع Cl، اسمه ايه؟ اسمه هاليد الهيدروجين، هاليد يعني هالوجين الهيدروجين، تمام. HI HBr ايا كان له حالتين، الحاله الاولى لما اضيفه الى الكين متماثل. يعني ايه الكين متماثل؟ يعني لما بكسره بيديني نصين قد بعض. الكين متماثل يعني كربونتين او 4 كربونات او 6 كربونات، بحيث ان انا لو مثلا 4 لما اكسره هيديني الكين متماثل نص بالنص، الستة برضو هيديني 3 كربونات وثلاث كربونات. فالحالة الاولى لما اضيف هيدروجين للكين متماثل اهو، عندي جزء موجب وجزء سالب، لكن بما انه متماثل عادي اقدر ادخل البروم هنا والهيدروجين هنا، او العكس البروم هنا والهيدروجين هنا، هيديني نفس المركب، لاني لو عكست الشكل هيطلع نفسه. فالبروم هنا هنا طلع على الطرف ده، والهيدروجين طلع على الطرف ده، بقت CH3. لو عكستها عادي مفيش مشكلة ابدا، لو حطيت CH2Br و CH2 التانية ديت اخد معاها هيدروجين فاصبحت CH3، يعني لو عكسته ده هو نفس ده. عشان كده بقول الكين المتماثل مش هيفرق معايا هحط الهيدروجين فين والبرومين فين. لكن الفكرة التانية او الجزئية المهمة التانية، اني اضيف هاليد هيدروجين الى الكين غير متماثل. يعني ايه الكين غير متماثل؟ يعني الكين 3 كربونات، انا لو كسرت الرابطة دي الجزء ده كربونة واحدة والجزء ده يديني كربونتين، يبقى مش قد بعض، عشان كده اسمه غير متماثل، ماشي؟ مش ايدنتيكال يعني. فلما احط ال HBr هيحصل ايه؟ عندي نتجين او احتماليتين، يا ترى انهي احتمالية اكبر؟ في عالم اسمه مارك نيكوف عمل قاعدة اسمها مارك نيكوفز رول. قاعدة مارك نيكوف من اهم القواعد في علم الكيمياء ولازم تهتم بيها، زي ما قرأت لكم قبل كده كان عندنا قاعدة ساتيزف رول، عندي هنا قاعدة مارك نيكوف مهمة جدا. بيقول ايه؟ بتنص على انه في حالة اضافة كاشف غير متماثل زي H Br، ده غير متماثل برضو لانه نص موجب ونص سالب، الى الكين غير متماثل، الجزء الموجب من الكاشف هيذهب فين؟ مين ال H هتروح فين؟ وال Br دايما السالبة،
الجزء الموجب هيضاف إلى الكربون التي تحمل الربطة الثنائية والمحتوية على أكبر عدد من الهيدروجين. دايما أقول كده، أقول الهيدروجين بتحب تروح عند إخواتها، إخواتها كتير، يبقى هيروح عند مين؟ مين اللي تحمل أكتر؟ الهيدروجين اللي على الطرف، تمام، الكربون اللي على الطرف، فهيروح هنا عندها، فعطاني ده. فعشان كده هتبقى CH3 هنا، والبي ار هتروح عند الكربون الاخرى، يبقى دايما اكثر رابطه، وتحطي هنا سهم او تحطه هنا رابطه وهنا رابطه. الهيدروجين تروح عند اخواتها الكتير اللي هم H2 اكتر من H1، فنروح هنا، والبي ار تروح عند اختها الثانيه بكل سهوله. فبيقولك ان الكميه دي اكبر، العلماء اكتشفوا ان ده بيطلع وده كمان بيظهر، لكن ده نسبته اكبر. النسبة التانية لو العكس، لو حطينا البي ار هنا والاتش هنا، دوت بيظهر لكن نسبة اقل، يبقى ده اسمه ميجر يعني كتير، وده ماينر قليل. تمام، يبقى عرفنا ماركينيكوف بيروح الجزء الموجب، الهيدروجين بتروح عند الكربونات اللي عندها هيدروجين اكتر، والبي ار او الجزء السالب بيروح عند الكربونات اللي عندها هيدروجين اقل، العكس يعني. تمام، ده بمنتهى السهولة. اعطينا مثال هنا، لو هضيف HCl او هيدروجين كلورايد الى ال 1 بيوتين، ده ال 1 بيوتين، ليه 1؟ لان الكربون الدبل بوند عند ال 1، وليه بيوتين؟ لان اربع كربونات، اتفقنا اربع كربونات بيوتين. تمام، وليه اين؟ لان دبل بوند مش بيوتان، بيوتان لو الكان. طب ال HBr هنكسر الرابطة، هضيف هنا وهضيف هنا، يا ترى مين حسب قاعدة ماركينيكوف ال H هتروح فين؟ ممتازين، سمعاكوا، ال H هتروح عند اخواتها الكتير، وال Br هتروح عند الهيدروجين القليلة. تمام، ممتاز. فده دي كمية كبيرة. هل بيجي احتمال تاني؟ اه بيجي احتمال تاني، طبعا ملاحظين ان هو عكس المركب هنا، قلبه، بس بيطلع هو هو نفسه عادي في الكيمستري، لو قلبت المركب هو نفسه، كأني أنا بدأت من الطرف ده، يعني هو الطرف ده رسمه من الناحية دي يمين أو يسار مش مشكلة، لكن الكمية التانية اللي هتحصل عندي، لا، لو أنا كسرت وحطيت هنا بي آر وهنا هيدروجين، ديت نسبتها قليلة، بس بتحصل، بس بتكون نسبتها قليلة. ممتاز، تعالوا نشوف العكس تقريبا هنا. اه هنا عندي بيقولك لو ضفنا، بقى دي قاعده مهمه جدا، لو ضفنا اتش بي ار بس حاطط لك على السهم هيدروجين بيروكسيد اللي اسمه فوق اكسيد الهيدروجين، بالانجلش اسمه هيدروجين بيروكسيد، دي مش ميه، دي H2O2، هيدروجين بيروكسيد، لو لقيتيه تمشي القاعده عكس قاعده ماركينيكوف، يبقى اول ما تشوفيه تكسري بس تودي الهيدروجين عند القليل، وتحطي البرومين عند الهيدروجينات الكتير. يبقى لو شفتي ده نعكس قاعدة ماركينيكوف، مهم جدا جدا جدا، بيحبوا يجيبوه في الاختبارات دايما. تمام، طيب اخر حاجة عندي، مش اخر حاجة، هي التفاعل الرابع، بس هقفل يعني هخلصه وهعمل الجزء التاني للتفاعلات، لان اتفقنا ان تفاعلات الالكينات 7، هعمل الجزء التاني في فيديو منفصل عشان ما اطولش عليكم. اضافة الماء او اسمها الهايدريشن، دايما بستخدم حمض كبريتيك مخفف اسمه دايليوتد يعني مخفف، لكن المركز اتفقنا اسمه كونسنتريتد، مش بستخدم هنا كونسنتريتد، بستخدم الدايليوتد في وجود المية اللي هي H2O، بقسمها ازاي المية؟ O H سالب و H موجب. في وجود الالكين، في وجود الالكين هنا بكسر الالكين، لو زي ما احنا شايفين اي اضافة بكسر واضيف، هضيف ال OH فين وال H فين؟ مش هيفرق. تمام، المهم ان انا هنتج عنه، هينتج عندي الكحول. تمام، هينتج عندي الكحول، لان الكحول عباره عن كربونات ماسك فيها او اتش، يبقى نتج عندي الايثانول، ايث لانه كربونتين واو اتش. تمام، البيوتين بقى، البيوتين او اتنين بيوتين زي ما احنا شايفين، ده اربع كربونات يبقى بيوتين، ليه اتنين؟ لان هنا 1 2 3 4 الكربون الدبل بوند بين اتنين وتلاتة، يبقى هي اتنين بيوتين. طبعا التسمية راجعوها في الفيديو السابق بالتفصيل شرحتها. البيوتين لو كسرت هيطلع عندي هنا، هدخل ال OH السالبة وال H الموجبة، مش هيفرق يمين شمال، عادي اقدر احط ال OH هنا او هنا وال H هنا، اعكسهم مفيش مشكلة خالص. تمام، هيطلع عندي ال OH، عطاني الالكحول اللي هو ايه؟ اتنين بيوتانول. بس الافضل، الافضل اني احط ال OH في المكان اللي هيكون
يعني تاخد اصغر رقم ممكن، تمام؟ يعني ايه؟ يعني هنا 1 2 3 4. ال OH طبعا لو حطيتها هنا 2 عشان تاخد 2 بيوتانول. هو لو انا حطيتها من هنا وحبيت اسمي برضو هتاخد 2 بيوتانول. المهم ركزوا معايا في النقطة ديت. انا عندي هنا OH سالبة و H موجبة. انا لو كسرت حطيت ال H هنا او ال OH هنا صح، العكس صح برضو، مفيش مشكلة. ليه؟ لانه الكين اصلا متماثل، يعني 4 كربونات لو قسمته هيديني النص بالنص متماثل. ممتاز. طيب هنا لو الكين بقى غير متماثل، في حالة اضافة المية، ازاي بعرف اضافة مية؟ بلاقي دايليوتد سلفوريك اسيد حمض الكبريتي و او اتش و اتش. لو الكين غير متماثل لما اكسر بمشي تبع قاعدة ماركني كوف. يعني ايه؟ يعني الجزء الموجب الهيدروجين تروح لاخواتها الكتير، لازم احط الهيدروجين هنا والاو اتش هنا، فدايما بيطلع لي 2 بروبانول. دايما بيحبوها في الاختبار دي، دايما بيجيب لك البروبان البروبين ويحط لك عليه ميه عشان يشوفك انت شطوره هتحطي الاو اتش هنا ولا هنا. تفكري انا عندي جزء موجب وجزء سالب، الموجب الهيدروجين تروح مع اخواتها الكتير، لكن هنا هيدروجين واحده تاخدها الاو اتش تنجذب اليها بكل سهوله. فدايما وان بروبين بيديني 2 بروبانول في وجود لو كان بروبين، لانه 3 كربونات، لانه الكين غير متماثل. انتبهوا، غير الصفحه اللي قبلها كان 4 كربونات، بيديني ايه؟ 2 بروبانول. ده بيجي في الاختبار 100%. اتمنى ان انتوا تركزوا عليه وتذاكروا كويس، وما تنسونيش من دعواتكم الحلوه، وطبعا لايك قوي جدا للفيديو. اتمنى لكم كل توفيق.